كمان معانا الدبدوب ومعانا بابا نويل، وهم دول اللي هيشرحوا معاكم الدرس. يلا نخش على الدرس. أول حاجة يا أصحابي، إحنا خلصنا الدرس اللي فات كان اسمه عقيدة الكتاب. لا أنت غلطان كده يا دبدوب، أنت غلطان كده يا سكر. آخر حاجة إحنا واخدينها كنيسة، بارك الله. برافو 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 يا سكرة، انت شاطرة خالص ومركزة. يلا هنكمل الدرس مع سكر. سلام. لأن ماما حسيته كبيرة للإنسان، خلقه بعد ما جهز كل حاجة، بعد ما جهز الخليقة بمعنى آخر، ونفخ فيه نسمة حياة وخلقه على صورته ومثاله. فخلق الله الإنسان على صورته وعلى صورته الله خلق ذكر وأنثى خلقهم. هنلاقيها فين دي يا أصحابي؟ أنا عارف هنلاقيها في تكوين آية، هتلاقيها في تكوين واحد آية 27. انتوا شاطرين خالص، برافو عليك يا دكتور. يلا نكمل الدرس. وبعد كده يا أصحابي، بعد ما خلق الإنسان، أعطى الله لآدم حرية الإرادة، بس قال له حاجة مهمة أوي أوي أوي. أنا عارفة، قال له ما تاكلش من شجر كل من شجر الجنة كله، وما تاكلش من شجرة معرفة الخير والشر. وعندنا آية تقول هنا إن جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها سوف تموت. نلاقيها في تكوين واحد من آية، نلاقيها في تكوين اثنين من آية 16 لآية 17. وهنلاقي كده سطر السكرة، سطر يا سكر، كده السكر هو اللي كتب النقطة الأولى، والنقطة الثانية السكرة شطرة هي اللي هتقولها معانا. أنا سكر وأقول لكم النقطة الثانية، ربنا سبحانه هو إن آدم هو يأكل من الشجر، لكن ربنا إدى آدم حرية الإرادة، تركه أن يعمل أي حاجة هو عايزها، ولكن للأسف آدم وحواء أخطأوا وكسروا، ولكن برضو آدم وحواء أخطأوا وكسروا توحيد ربنا، ومجتمع سلامة حية وأكلوا منها. كده آدم وحواء عملوا حاجة ربنا كان قايل لهم ما تعملوهاش، بس هم عملوها بسبب ايه؟ بسبب حية يعني تعبان. تعالوا نكمل بقية الدرس مع الدبدوب. سلامكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ أنا هكمل معاكم بقية النقطة الثالثة، الصفة الخصوصية وصفت معهم جميع البشر، لأننا جميعا كنا في صلب آدم عندما أخطأ وشملت عقوبة الخطية كل البشر المولودين من آدم. يعني إيه الكلام ده يا أصحابي؟ معناه اللي هو كل ما شخص يتغير بيتولد بياخد الخطية بتاعت آدم وحواء، فلازم يتعمد علشان الخطية دي تتشال منه. يلا نكمل مع بعض ونقول الآية اللي قالها معلمنا موسى الرسول. هنقولها مع مين بقى؟ هنقولها مع بابا نويل. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا هقول لكم الايه اللي قالها معلمنا بولس الرسول في رسالته: من اجل ذلك كاننا بانسان واحد دخلت الخطيه
إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا افتدت الموت إلى جميع الناس. إذا أخطأ الجميع هنلاقيها في روميا 5 آية 12. وكده نكون خلصنا أصحابي الثلاث نقط الآية بعد ده. هنخش بقى إيه اللي نتج عن الخطية دي. هما ثلاث حاجات هناخدهم مع صاحبتنا السم. ازيكم يا أصحابي، عاملين إيه؟ أنا بحبكم أوي 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 أوي. واحنا كمان بنحبك يا سم. يلا اشرح لنا بقى الثلاث نقط هما إيه؟ أول حاجة قال ربنا ليهم لأنك يوم تأكل من الشجرة دي ممكن تموت. أي أجرة الخطية موت. تلاقي الآية دي رومية 6 آية 23. وهو أول حاجة حكمها ربنا على آدم إن هو حكم على آدم وحواء وعلى كل أموادهم من بعدهم بالموت وانفصلوا عن ربنا. زي اللمبة لما التيار الكهربي انقطع عنها، ايه اللي بيحصل لها؟ اكيد مش بتنور فوق السلك اللمبة. زي كده آدم وحواء انفصلوا عن ربنا. وعندنا تاني حاجة. تاني حاجة ايه يا شمس؟ قولها لنا بقى علشان احنا منتظرين. تاني حاجة وبسبب الخطية فسدت طبيعته، زي ما واحد بياكل أكل ملوث وفيه حاجة وحشة توجع له بطنه ويضره وبالتالي يحتاج دواء يشفيه وإلا ممكن كان يموت. برافو عليك يا شمس. انت شرحت الاثنين صح خالص. يلا بقى اشرح لنا النقطة الثالثة. والنقطة الثالثة يا أصحابي طرد الإنسان من الجنة، وبذلك يكون الإنسان الناس ورث شخصية آدم وورث أيضا وكان الطبيعة التي نتجت عن الخطية، ولكي تراجع لنا الحياة التي فقدناها وبسبب الخطية إلى الأبد يرفع حكم الموت عنا، ولهم تجدد طبيعتنا التي فسدت بسبب الخطية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني آدم فصلت طبيعته كده بيكون يا أصحابي حواء وآدم حكم عليهم. كده يكون حكم عليهم ثلاث أحكام، طرد من الجنة وفسد طبيعتهم وإيه تانية سكرة؟ عرفينا إيه الحاجة التانية؟ حكمتهم مع سكرة. الحاجة التانية حكم على آدم وحواء وعلى كل أولاده من بعده ظلمة. لا كده آدم وحواء سقطوا عن ربنا وانفصلوا ونزلوا عن الأرض. سلام يا أصحابي. هو هنرحب ولا هيرحبوا بيكم الشمس وبابا نويل والدبدوب وبيقول لكم كلنا مع سكر وسكره